أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية عن تصنيف 8 أفراد و11 كيانا على لائحة الإرهاب لدعمهم ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة على وقف تأثير ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم المالي لها. وأشارت إلى أن تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنفة وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها.